أما بعد هيكون عندنا البري لاب سيشن للريفلكسس هذا الأسبوع. بالنسبة لهذا الأسبوع حتكون أنا ما عندنا باوربوينت لكني حامر عليها من نفس المذكرة اللي عندكم. تمام؟ بالنسبة لل في عندكم في المذكرة مكتوبة EMG Electromyography والتست فور مايوغرام ممكن بنستخدمها عن طريق الباور لاب. هذا الجزء ما هو معانا. تمام؟ اللي انا هشرحه الان هو الجزء اللي معانا في الكلاس اللي هو راح يدخل معانا في الاختبار. الاختبار محتوي على الجزء النظري والجزء العملي. تمام؟ هنتكلم في الجزئين تبع المحاضرة. هنتكلم أولاً عن الريفلكسس وبعد كده هنتكلم على الجيت. بالنسبة قسم الطلاب أنا ما حكون معاكم، هيكون معاكم إن شاء الله دكتور غياث، دكتور غياث الدين، راح يسوي لكم فقط ديمونستريشن على how to test the reflexes. ماشي؟ ويوزع عليكم الهامرز وبعد كده كل طالبين بيحاول يختبر كل الريفلكسس اللي موجودة عندنا. أي سؤال بيروح للدكتور غياث مباشرة. تمام؟ أنا هحاول أن أشرح لكم هنا على قد ما أقدر. بالنسبة للطالبات حيكون عندنا نفس السيستم الاعتيادي. فأول نقطة بنسألها أو نتناقش عليها الآن هي الريفلكسس نفسها. تمام؟ إحنا بيكون عندنا أفيرنت وبيكون عندنا موتور إفيرنت. تمام؟ الأفيرنت راح نقول لنا السنسيشنز، السدن موفمنت اللي صارت على المسل عن طريق بيركشن، عن طريق الهامر. ماشي؟ انا بسوي بيركشن بالهامر على نفس التندون، فبالتالي بيتغير، بيكون عندي سادن تشينج في المسل لينث. السادن تشينج في المسل لينث، ايش العضو في المسل اللي مسؤول عن الشعور فيه؟ احد يعرف؟ هل اخذتوا حاجه زي كده عن الموضوع؟ بروبريسبشن ريسبتر. ايش اسمها عبد الملك؟ بروبريسبشن. ايوه، البروبريسبشن. ايش الجزء اللي في المسل اللي مسؤول عن البروبريسبشن؟ سبندل. هل انت المسل سبندل، هل درستوا المسل سبندل في محاضره قبل كده؟ لا. اوكي، المسل سبندل هي عباره عن ون مسل فايبرل صار لها موديفيكيشن، يعني هي عباره عن خليه عضليه السبندل لكن صار فيها موديفيكيشن. فيها جزء سنترال مسؤول عن الشعور بالموفمنت. تمام؟ والجزء البريفرال بيكون عبارة عن مصل اعتيادية، يعني فيها أكتين ومايوسين. هي ما هي واضحة في الصورة هنا، خليني أحاول أوضح لكم. هي طيب، الجزء اللي فيه له اللفة اللي بالأسود هذه اللي فيها النيرف اللي لاف فيها المنطقة اللي في الوسط، هذه هي المنطقة السنسوري بارت. طيب، المنطقة البريفرال هذه موتور بارت. إيش فائدة المسل بارت والسنسوري بارت؟ السنسوري بارت مفهوم إنه السنسوري بارت حيشعر بالمسل موفمنت وينقلها على طول لإيش؟ للسباينال كورد. لكن الموتور بارت إيش أهميته؟ أهميته يسوي لنا ريسيتنج، يعني لو صار ستريتشنج ما راح يبقى الستريتش طول الوقت، يعني كأنك أنت شديتها. تفتكروا لما نتكلمنا زمان على السينابتيك ترانسميشن، أنت لما يصير في سينابتيك ترانسميشن توصل البلس او النيورال امبلس وصلت علينا السينابتيك اند، ايش اللي حيحصل؟ بتخرج معنا نيورو ترانسميترز. طب هل حتبقى النيورو ترانسميترز خارجه طول الوقت؟ لا، زي ما قلنا لما نجي نكتب بالكيبورد لازم اول شيء اضغط وبعدين ايش؟ ارفع يدي. فلما توصل النيرف امبلس علينا السينابتيك اند بيطلع نيورو ترانسميترز وبعد كده خلص النبض. النبض انتهت، لازم اننا نسحب النيورو ترانسميترز. وقلنا عندنا 3 مين ميكانيزم: ديفيوجن والري ابتيك والديستركشن. هذا الشورت تيرم يسموه. في اللونج تيرم اللي هو ديكريز الفورميشن اوف ذا ريسبتورز في البوست سينابتيك نيورون او انكريز الفورميشن اوف ذا نيورو ترانسميترز في البري سينابتيك نيورون. تمام؟ نفس الشيء يعني مساله الريسيتنج حاصله عندي في البريفرال بارت من المسل سبندل. إذا السنترال بارت للمسل سبندل هو سنسوري بارت، أما البريفرال بارت هو لما يصير ستريتشنج للمسل فتنقل الخبر إنه صار في ستريتشنج للمسل. طيب وبعدين تبقى ستريتش زي ما هي؟ لا،
يصير في كونتراكشن في الأطراف وترجع كل شيء للوضع الطبيعي، بحيث إنه لو صار ستريتشنج مرة ثانية تقول لك صار ستريتش من جديد. مفهومة؟ يعني أنت عشان أعيدها مرة ثانية، المسل سبيندل فيها تو بارت، سنترال سنسوري بارت وبريفرال موتور بارت. السنسوري بارت في النص مسؤول إنه ينقل لي إنه صار في ستريتش ولا ما صار في ستريتش. حلو؟ الجزء البريفرال بارت موتور بارت إيش مهمته؟ يسوي ريسيتنج للمسل سبيندل بحيث انه يخليها جاهزه انها تشعر بستريتش جديد. ايش اللي بيحصل عندي لما يكون عندي سادن تشينج في المسل لينث؟ بينقل عندي عن طريق الافيرنت سنسوري ريسبتور، بينقلها الى الانتيريور هورن سيلز، بعدين بتروح للانتر نيورون، وبعد كده بترجع ثاني مره عن طريق الالفا موتور نيورون عشان تسوي مسل كونتراكشن. فهذه هي الايش الارك الريفلكسيف ارك اللي بتحصل عندنا، انه المسل سبيندل بتشعر بالستريتش، بترسل الرساله الى الانتيريور هون سيل، من الانتيريور هون سيل بتروح عن طريق الالفا موتور نيورون تسوي لي مسل كونتراكشن. طيب ايش فائده المسل كونتراكشن هذا؟ تكون بروتكشن، بيحمي المسل، لانه ما هو معقول اي ستريتش بسيط انا بخلي المسل تاخذ راحتها في الطول، لا، أنا لازم إني أحمي المسل بإنه يصير فيه contraction. والحماية هذه تهدف غرضين، الغرض الأول هو security من الانجري، injury security، إنه مو أي شد بيأثر على المسل، لكن اللي أهم من الانجري security هو posture. ما هو معقول أي دفعة بسيطة تخليك تطيح، لازم يكون عندي sudden reflex يحافظ على posture حقي في مكانه حتى ما أطيح، ألين ما أطلع تاني مرة أكلم السباينال كورد. في جزء عندي راح يكون عندي سباينو سيريبيلر تراكت، حيروح يكلم السيريبيلم إنه والله صار عندي سادن تشينج، أنا ما راح أستنى ألين ما الكورتكس يجيله خبر، لا، أنا بمجرد إنه يصير عندي سادن تشينج في البوستشر أنا راح أتكلم على ثلاثة مستويات. المستوى الأول يصير عندي ريفلكس يحافظ على البوستشر حقي اللي هو هذا اللي ذكرناه الآن، والمستوى الثاني إني أكلم سبانو سيريبيلم على طول مباشرة، سبانو سيريبيلر تراكت راح يدينا خبر للسيريبيلم إنه فيه تشينج، والسيريبيلم حياخد إيش؟ حياخد أكشن حتى يحمي وضع الجسم، تمام؟ وبعد كده الخبر الأخير ياخد راحته يروح علينا الكورتكس ونتصرف من جديد، بحيث إنه إذا كان الدفع أقوى من قدرة الريفلكس أو قدرة السيريبيلم على الحفاظ على البوستشر، يتدخل الكورتكس علشان يحافظ لنا على البوستشر بالشكل السليم، تمام؟ إذا إحنا قلنا في الريفلكسيف ارك بيروح الافيرنت الى الانتيريور هورن سيل، وبعدين بيطلع لنا الفا موتور نيورون بيسوي المسل كونتراكشن. طيب هذه الالفا، طيب الجاما، ايش فائده الجاما؟ ليش كمان انا بادي فرع للجاما موتور نيورون علشان تروح للمسل مره ثانيه؟ احد يقدر يشرح لي من الشرح اللي انا قدمته قبل شويه؟ يعني الجاما موتور نيورون رايحه على فين؟ سبندل. ليش رايحه على السبندل؟ تسوي لي يعني تخليها ترجع طبيعتها، ما تصير الاسترتش. تمام يا عبد الملك، تسوي لي ريسيتنج، تسوي لي ريسيتنج للسبندل مره ثانيه. ليه؟ لانها لازم تكون سريعه، لانه في الوقت اللي انت سويت فيه الكونتراكشن لازم تسوي ريبيد ريسيتنج ري ادابتيشن لنفس السبندل حتى ترجع لوضعها الطبيعي، تمام؟ طيب ايش انواع الجيركس او الريسبت الريفلكسز اللي بنحاول اننا حنراجعها هنا عندنا؟ طيب الريفلكسز حناخذها واحد واحد. اول واحد اللي هو الانكل جيرك، ماشي؟ الانكل جيرك انت بتسوي ستيميوليشن للجاستروكنيميس مسل، الليفلز اللي في سباينال كورد L5 S1 و S2، وحيكون عن طريق ليش التيبيال نيرف. الليفل L5 و S1 و S2 هذه اللي حيصير لها الستيميليشن، اللي حيصير لها الافيرنت تروح للسيجمنت L5 S1 و S2، واما الموتور اكتيفيتي حتكون عن طريق التيبيال نيرف، تمام؟ في عندنا طريقتين، الطريقه الاولى انك تخلي البيشنت في هذا الوضع هنا، وضعيه الوقوف على الركبه، وبعد كده وتخلي الرجل عنده نازله باسيفلي مع الجاذبيه، وبعد كده تستخدم الهامر تو ستيميوليت الايش التندون اكيلس، تمام؟ الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لما يكون البيشنت في وضعية السوباين بوزيشن لاينج، بتحط رجل على رجل، وبعد كده باليد اليسار بتسوي دورسيفليكشن للفيت اللي انت بتسوي الاكزامينيشن. ليش؟ لأنك انت بتساعد انه السدن ستريتش يبين الريفلكس أكثر،
لو تلاحظ الدكتور اللي واقف بيده اليسار مسوي دورس فليكسل للفيت للفوت، وبعد كده بيده الثانية بيسوي سترايك على التندون أكيلس. إذا هذا أول ريفلكس اللي هو الأنكل جيرك. طبعا بعض الأحيان إحنا إيش بنطالع فيه؟ نبغى نشوف أيدر في هايبر ريفلكسيا، يعني في ريفلكس هاي يسموه بريسك ريفلكس، أو هايبو ريفلكسيا، أو إنه يكون عندنا كلونس. الكلونس إنه يصير في كونتينيوس ريلاكسيشن ريلاكسيشن وستيميوليشن، ريلاكسيشن وستيميوليشن تكون جاية مع بعض، كأن أنت بتضرب شيء أكثر من مرة. هشرح لكم ليش الكلونس حاصل عندنا إن شاء الله في المحاضرة. طيب أنا أقدم لكم المحاضرة حقت الريفلكسس، بس هنا أباكم تعرفوا الجوانب العملية. إذا عندنا إحنا إيش نبغى نشوفه في الريفلكسس؟ أي ريفلكس إحنا إيش نبغى نشوف فيه؟ نبغى نشوف فيه ثلاثة أشياء. هل نبغى نشوف فيه هايبر ريفلكسيا بالذات في حالات الأبر موتور نيورون ليجن، أو هايبوريفلكسيا أب تو أريفلكسيا إنه ما يكون عندي ريفلكسس بالكامل، أو إنه الريفلكس منخفض زي في حالات اللور موتور نيورون ليجن، أو يكون عندي أبنورمال ريفلكسس برضو في حالات الأبر موتور نيورون ليجن يكون معاها أبنورمال ريفلكسس. واحد منها اللي هو اسمه الكلونس. إذا هذا هو إيش؟ الأنكل جيرك. اللي بعده اللي هو الني جيرك، هذا أشهر واحد الني جيرك. إذا كان البيشنت لاينج داون راقد، أنت من طريق اليد اليسار بترفع الرجل حقتك، ترفع الني تمام علشان تخليها مستعدة إنك أنت تسوي لها ستيميوليشن، سوي ستيميوليشن للكوادريسبس تمام، كوادريسبس تندون. إذا كان البيشنت جالس بتخلي رجله باسيف مع الجاذبية وبتضرب الكوادريسبس تندون مباشرة تمام. النيجيرك بيصير فيه الستيميوليشن لل L2 L3 L4 segments، وأما المسل كونتراكشن بيكون عن طريق الفيمورال نيرف تمام. هذا أشهر ريفلكس وأوضح ريفلكس تماما. طبعا إذا ما وضح معاكم الريفلكس معناته إنه الشخص مشدود أعصابه، لأنه بالذات يكون مثلا في الغرفة أو في القاعة، فبنسوي أكثر من ريفلكس أكثر من طريقة. بعض الحين نسأله إيش اسمك، أو ما خليه طالع، خليه طالع في عيني وأقول له إيش اسمك، أبدأ أسأله أسئلة أنت فين ساكن، وأبدأ وأثناء ما هو بيتكلم معايا أنا أسوي ستيميوليشن للتندون تمام. بعض الأحيان بقول له غمض عينك ووريني أسنانك، يفتح فمه عشان يوري لي أسنانه، كأنه بسوي تيست للسيفنث كرينيال نيرف الفيشن نيرف حتى أشغله. طيب السؤال الكبير والمشهور اللي حيجيني من الطلاب في كل سنة، يا دكتور زميلي أو زميلتي عندها بريسك ريفلكس أو هايبر ريفلكس، يعني معناته أنه تعبان؟ دائما وأبدا الإجابة تكون كالتالي: هل هذا الشخص عنده سيمتومز ولا ما عنده سيمتومز؟ هل عنده أي كومبلينت ولا ما عنده أي كومبلينت؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: Is it different؟ هل عنده lateralization ولا لا؟ هل هي similar between the right and left؟ إذا كان ما عنده symptoms وكانت similar between the right and left معناتها normal. إذا كان عنده symptoms previous symptoms وكان عنده lateralization اختلاف بين the right and left معناته إنه there is something interesting. هذا السؤال الأبدي اللي حيتكرر كل سنة: يا دكتور زميلي أو زميلتي عندها مشكلة. فإحنا في النيورو أو نحن عموما كأطباء we are not treating symptoms, we are treating patients. فإذا أي أحد شفته عنده abnormal investigation سواء كان RBC is high ولا WBC is low، أي شيء لازم نسوي له correlation مباشرة مع ال whole case. هل في شيء suggestive إنه ممكن يكون في هذا الشيء normal أو لا، abnormal أو لا؟ دائما وأبدا أقروها بهذا الشكل تمام. إذا عندنا هذه النية جيرك اللي هو أشهرهم على الإطلاق ما؟ اللي بعده اللي هو البايسبس جيرك، هذا الثاني في الشهرة، لأنه عادة أوضح اثنين بيكونوا عندنا البايسبس والكوادريسبس. فالبايسبس في كل الحالات عادة البيشنت بيكون جالس تمام، لكن أهم شيء إنك أنت تحاول بأصبعك إنك أنت توصل للبايسبس تندون. طيب سؤال كده من الأناتومي: البايسبس تندون يكون ميديال ولا يكون لاترال في الفصة اللي في الكيوبيت الفصة؟ أحد يفتكر؟ ميديان ما شاء الله. مين كمان؟ في أحد يقول لاترال؟ تمام كويس ومصحصحين ما شاء الله تبارك الله. حلو، إذن حيكون ميديال. فين تيش بتسوي بأصبعك؟ سواء إنك تحط يد البيشن زي الصورة اللي في اليسار، تحط يد البيشن تخليها ريستد على يور آرم، أو إنك تخلي في الصورة اللي على اليمين بيكون البيشن ريست on his tummy على بطنه.
بكل الأحوال حاول إنك أنت توصل للبايسبس تندون اللي هو بيكون ميديال في الكيوبيتال فوسا وتضرب أصبعك، لأنه الغرض ما هو إنك تضرب بقوة، الغرض هو إنك تسوي سادن ستريتش على التندون. تمام؟ إذا في البايسبس جيرك تسوي ستيموليشن للسي 5 والسي 6 والكونتراكشن بيكون عن طريق الماسكولوكوتينيوس نيرف. تمام؟ اللي بعده عندنا الترايسبس جيرك. هذا الترايسبس جيرك يا اما انك تخلي يد البيشنت مرتاحه على بطنه وتسوي ستيموليشن للترايسبس تندون، هذا في الصوره على اليمين، او انك انت ترفع يده وتخليها باسيف على الجاذبيه اون جرافيتي وبعدين انت تضرب الترايسبس تندون. تمام؟ انت هنا بتسوي ستيموليشن للسي 5 والسي 7 والكونتراكشن بيكون عن طريق الراديال نيرف. تمام؟ عندنا السوبيناتور جيرك اللي هو عن طريق البريكيوراديالس ماسل، ماشي؟ هذه برضها عندنا طريقتين في الاكزامينيشن، كل الطريقتين اوضح. طبعا انا عاده أنا افضل اللي على اليمين تكون اوضح، لكن كل واحد منكم بيحاول انه ادوبت يا اما اليمين او اليسار. بعد كذا افضل شيء انك تحط اصبعك، بعض الاحيان تكون واضحه عند زملائك او عند البيشنت انك انت تضرب التندون اوف بريكوراديالس اللي هو بيكون تقريبا في الانتيريور ثيرد، في الثلث في مقدمه الارم. تمام؟ في اللاترال سيربس. تمام؟ لأنه أنت عندك الألنا والرادياس، الرادياس بتكون لاترال والألنا بتكون ميديال. تمام؟ فأنت بتضرب اللاترال سيربس أوف ذا أرم في الأنتيريور ثيرد، في الثلث في الأمام. أو إنك تستخدم أصبعك. ليش بالأصبع أفضل؟ لأنه بعض الأحيان صعب إنك أنت تكون ضربت التندون حق البريكوراديالس، لما تحط أصبعك الضربة بتكون مور بلنت، ما بتكون يعني نارو، بتكون أوسع، فبتخلي الفرصة إنك أنت تسوي ستيميوليشن للتندون أكبر. فأنت في هذه الحالة بتسوي ستيميوليشن للسي 5 والسي 6 سيجمنتس والكونتراكشن عن طريق الراديال نير. تمام؟ آخر واحد عندنا ما أدري هو ظاهر عندنا اللي هو الجو جيرك، ماشي؟ انت بتسوي ستيميليشن للمسيتر وعادة ما يكون واضح في النورمال كيسز، انت بتطلب من البيشنت او من زميلك انه يخلي فمه مفتوح شوية، يعني يخلي فمه مسترخي ومفتوح. وبعد كده باستخدام اصبعك بتضرب upper chin عشان تسوي ستيميليشن للمسيتر والتيريجويد مسل، والسنتر اللي حيصير فيه الستيميليشن هو عن طريق ايش؟ البونز. تمام؟ طيب سين سؤال، ليش ستيميليشن حيكون في البونز؟ وايش المسلز اللي حتسوي لي الكونتراكشن؟ ايش النيرف اللي حيسوي لي المسل كونتراكشن؟ احد يعرف؟ تراجيمينال. تراجيمينال للمسكيشن. مين كمان تاني عنده اجابه؟ بس اثنين، سمعت اثنين غيرهم؟ واحد ثالث. في اثنين مذاكرين. مانديبولار. المانديبولر برانش اوف ايش؟ تراجيمينال فاشل. تراجيمينال. بس ما انتم ذاكرين كويس. التراجيمينال برانش فاشل. المانديبولر برانش اوف تراجيمينال، في تراجيمينال نيرف. اذا عندنا حيكون الاستيميليشن عن طريق التراجيمينال النيرف والسنتر حيكون في البونز. تمام؟ اذا هذه هي الجيركس او الريفلكسز اللي عندنا. هذه السمري. اذا احنا عندنا 6 ريفلكسز: بايسبس، ترايسبس، سوبيناتور جيرك، ني جيرك، انكل جيرك، وجو جيرك. لكل واحد منهم نبغى نعرف ايش السيجمنتس اللي صار له ستيميليشن، ايش النيرف اللي سوى الكونتراكشن. تمام؟ الليم بوزيشن هذه تكنيك، يعني انت حاول انك ادوبت التكنيك اللي بيساعدك انك تسوي الريفلكس بافضل شكل ممكن. تمام؟ هذا هو الجزء الاساسي في محاضره العمل ان شاء الله يوم الثلاثاء. بالنسبه للجزء الثاني من البري لاب اللي هو في البلانتر ريفلكس، وفي عندنا قبل ما نروح للجزء الاخير في عندنا البلانتر، نسيتها. البلانتر ريفلكس اللي هي فيها ستيميوليشن للـ L5 والـ S1 والـ S2. النورمال بلانتر ريفلكس هو انك انت تجيب الحديدة اللي هي بتكون اسفل الهمر وبتمشيها على اللاترال سيرفيس اوف ذا بوتوم اوف ذا فوت. تمام؟ لما تمشيها من اللاترال سيرفيس وبعد كده تطلع فوق وتروح على البيسيس اوف ذا تو، اللي يصير عندك بلانتر فليكشن. تمام؟ بلانتر فليكشن، تنزل على تحت، ما تكون دورس فليكشن، بلانتر فليكشن للتو اللي هي زي ما هي ظاهرة في الصورة. هذا النورمال ريفلكس. اللي في اليسار هذه البابينيسكي ساين،
اللي هي يصير فيها extensor، بدل ما يصير flexion يصير عندنا extension، بالذات يحسبوها عن طريق الحركة حقت البيك تو. الحركة حقت البيك تو هي تكون أوضح، بعض الأحيان السمول تو ما تكون واضحة. هذه الحركة يسموها فانينج، كأنها فتحت زي المروحة الصينية، تمام، صار لها فانينج، تروحت. بعض الكتب تقول لك طالع في حركة البيك تو، إذا كانت فليكشن بلانتر فليكشن معناته إنها نورمال، إذا كانت دورسي فليكشن أو إكستنشن معناته إنه هذه أب نورمال. البابنسكي ساين بنلاحظها عند المواليد، تمام، اللي بيكون عندهم زي في الصورة اللي تحت هنا، عند المواليد ما بيكون عندهم الميلينيشن مكتمل للدور للبيراميدال تراكت، فبالتالي بيكون عندهم ابنورمال ريفلكس، تمام، كانه عندك ابر موتور نيورون ليجن، لانه السيجنال ما هي ماشيه بطريقه سليمه من الكورتكس الين البيك تو تحت، تمام. اذا هذه بتكون في حالات الابر موتور نيورون ليجن، وعند المواليد بتكون عندك البلانتر ريفلكس او نسميها البابينسكي ساين. الثانيه اللي هي الابدومينال ريفلكس، بيكون ستيميوليشن للتي 5 تو تي 12، ماشي، صعب تسويها في المختبر لكن بتشوفوها اكثر في الكلينيكال سيتنج، لما تسوي ستيميوليشن للابدومين للسكن اوف ذا ابدومين انتيريور ابدومين، تمام، داونوردز اند ميديالي، داونوردز اند ميديالي، بتلاقي انه كل المسل وول بيصير لها كونتراكشن. هذا يشبه الريفلكس اللي بيسبب الدغدغة، لما واحد بيسوي دغدغة للصغار أو حتى للكبار وبيدغدغ معاك، هو بيشعر بالأبنورمال ستيميوليشن اللي أنت بتسوي له إياه، تمام؟ إذن هذا اسمه الأبدومينال ريفلكس. طيب الجزء الثاني من محاضرة اليوم اللي هو الأسيسينج الجيت، ماشي، يكفيك عشان تسوي الأسيسمنت للجيت هو أنك أنت تعرف أشكال الجيتس المختلفة وإيش الديزيزة بتكون في كل واحدة منهم. افضل مكان يوريك هذا الريفلكسس الجيتس بتكون عن طريق اي فيديو موجود في اليوتيوب. شوف اي فيديو موجود في اليوتيوب، صعب انه احد يسوي سيميوليشن للجيت في اللاب، تمام، فحيكون تقريبا المحاضره قائمه اساسا على الريفلكسس في البراكتيكال سيشن. في عندنا الوادلينج جيت، سباستيك جيت، باركنسونيان او شفلينج جيت، السيركمدكشن، الهيميبليجيا لانه فيها حركه شبه دائريه، تمام، اللي هي الهيميبليجيك جيت. عندك الهاي ستيبينج جيت، واحد بيمشي زي الفرس في مسابقات الفروسيه لما الفرس بيتمخطر بيمشي بنفس الطريقه هذه. وعندك الاتاكسيك او الدرنكينج جيت اللي هي مشيه السكران. اهم شيء في كل نوع من هذه الجيتس هو اننا نعرف ايش هو الديفرنشال دياجنوزس اللي مرتبط معها، تمام. في المسل هيب ديزيز بيكون عندنا الوادلينج جيت، تمام، الكروسينج اوفر او فاستيك جيت لما يكون عندك بايلاترال سباستيسيتي، باركنسونيان جيت مع الباركنسونيزم، الشفلينج جيت، الهيميبليجيك مع الهيميبليجيا، الاتاكسيك جيت بتكون اكثر موجوده في السيريبيلر ليجنز، تمام، الهاي ستيبينج جيت بتكون في البريفرال نيوروباثي، والستامبيك جيت بتكون في حالات السنسوري اتاكسيا. ليش؟ لانه البيشنت ما هو عارف فين يحط رجله بالضبط. انا افتكر انه هذه في لها جزء في المحاضره اللي عندي، الريفلكسس اتذكرها لكن الستامبينج جيتس ان شاء الله بتكون معانا في المحاضره، تمام. اذا هذه هي الجزء المتعلق بمحاضره اليوم. طبعا بما ان اخر محاضره فما راح يكون عندنا تيست اونلاين، تيست ان شاء الله تدخل المحاضره بتسوي الريفلكسس مع الدكتور قياس الدين في قسم الميل، ومع اظن الدكتوره امال في قسم الفيميل اذا كانت موجوده او اذا كانت بتغطي عنها الدكتوره ساره، تمام. كده ننهي البريلاب ان شاء الله وننهي كل سلسله البريلاب لهذه السنه. أتمنى لكم كل توفيق. قبل ما نختم، هل في أحد عنده أي سؤال؟ تمام، أديكم ألف عافية. ودي أن أوصل لكم رسالة أخيرة. تناقشت مع أكثر من واحد من الشباب، سواء شباب البي بي إل معايا أو شباب خارج البي بي إل معايا، كنت سعيد أني لاحظت أنه النيورو ما هو بداك السوء. يعني العادة كثير من الطلبة بيشتكوا من النيورو، لاحظت انه في ترند جيد بين الطلاب انه والله النيورو شويه مفهوم ما هو معقد. اتمنى ان نحافظ على هذا المستوى، بعد كده كل واحد يختار التخصص اللي يبغاه، بس اتمنى انه اكون عندي مساهمه عند الجميع انه والله النيورو، انا ما احب النيورو بس والله فهمته، انا احب النيفرولوجي، انا احب الميديسن، انا احب السيرجري، ولكن النيورو ما هو بطال، يعني اوكي اقدر اخذ واعطي معك. بالتوفيق للجميع، اتمنى البوزيتيف فايبس تكون وصلت لكم.
شكرا على الفترة اللي قضيناها مع بعض، وإن شاء الله بإذن الله موفقين في كل اختباراتكم. بالتوفيق. شكرا لك. شكرا لك دكتور. يعطيكم العافية. نشوفكم على ألف خير.